شهدت منافسات كرة القدم في دورة ألعاب آسيا الثانية للشباب التي اختتمت مؤخرا في مدينة نيانجينغ الصينية، شهدت ولادة نجم كروي يافع هو مهند علي الذي أحرز لقب هداف الدورة بستة أهداف. والفارق في الأمر أن هذا اللاعب ينحدر من عائلة فقيرة تسكن في إحدى المناطق العشوائية المهددة بالإخلاء، وله سبعة من الأخوة والأخوات. تقرير أحمد قاسم. من خضم المعاناة ومن بؤس الفقر المدقع أنارت شمعة صغيرة حياة عائلة وبلد يترقب الأمل والفرح من أي ناحية من نواحي الحياة. مهند علي الشبل الواعد والنجم المرتقب للكرة العراقية الذي يسكن عشوائيات بغداد انتزع بفنه ومهاراته لقب هداف دورة ألعاب آسيا للشباب في الصين من بين أقدام أعتى مهاجمي القارة الصفراء المنعمين بالرعاية والمعسكرات التدريبية في أوروبا وغيرها. طبعا هي تأثر علي، الحمد لله وشكرا أنها قاعدين في هذا البيت، وإن شاء الله أصعد، يعني إن شاء الله أصعد، إن شاء الله ياخذني نادي، إن شاء الله أفرح أهلي، يعني أشتري لهم بيت، أشتري لهم شيء، أنا أقدمه لأهلي أفرحهم إن شاء الله. فزنا على سنغافورة وعلى الكويت وعلى كوريا، يعني تعادلنا يوم خسرنا بضربات ترجيح، وكانوا يعني أكبر من عندنا 3 سنين أو 4 سنين كانوا، وإحنا أصغر فريق بالبطولة. حكاية هذا الشبل بدأت من مدرسة عمو بابا الراحل الذي ما أن وقعت عيناه على هذا اللاعب بعمر 6 أعوام حتى ضمه بدون اختبارات للمدرسة. بعدها شارك مع منتخب الأشبال بقيادة المدرب سعد هاشم في تصفيات آسيا في عمان، وأحرز المركز الأول وهداف التصفيات، ونال لقب هداف بطولتين محليتين مع نادي القوة الجوية. اللي قاعد أشوفه أنا أكو تصاعد عند مهند، يعني مو مثل باقي اللاعبين اللي يبقى على نفس الستايل ماله، أو مرات ينزلون، أكو تطور يعني. أي بعد ما تخاف عليه، يعني أنا كنت أصير عصبي علي، يعني هو بطولة الصين. مهند يعني حتى وحدة ما أدري يمكن الدور الثمانية ويا تايلاند، جاني على الخطرات مي، ضيع 4 فرص يمكن، راد مي، قلت له ما اعطيك مي. اي والله قلت له روح، زعلان ما اعطيك مي الا ترضيني. الحمد لله بها سجل هدفين. جلب الانظار في نانجينغ باهدافه الرائعه والحاسمه في الدقائق الاخيره، مراوغ من الطراز الاول، وله قدره كبيره على اختراق دفاعات الخصوم من الجانبين ومن العمق بحرفنه وذكاء، يقف في المكان الصحيح وله حس تهديفي اصبح مثار حديث الصحافه في الصين. سجل 6 أهداف ابرزها هدف التاهل لنصف النهائي في مرمى تايلاند، وهدف لا يقل روعه في مرمى كوريا الشماليه. مهند يعني صار عليه جهد قوي كلش في بطولة الصين أولمبياد الشباب. اتفق كابتن سعد يعني تقريبا بعد 7 أيام راح يبدي الإعداد، راح يقدم المنهاج للاتحاد، ومن خلالها راح نفتح باب الاختبارات تقريبا في الأسبوع. لم ينل تكريما أو إشادة حين عودته لبغداد، وعائلته مهددة بإخلاء السكن لكونه في منطقة يطلق عليها العشوائيات، وله من الأخوة والأخوات 7. قبل يمكن اسبوع 10 ايام بلغونا، اعطونا تبليغ قالوا لنا يابا هاي ما المكان هذا ما تبقون به، يعني اثناء البطوله يعني. اي بالضبط اثناء البطوله. اي طلبوا من عندنا، قالوا عدد افراد العائله مجلس البلد ما دام انه كان رائد الامانه بغداد، فسجلوا لهم اعداد العائله، سجلناهم وطلعنا لهم. رحل عمو بابا عن عالمنا تاركا خلفه نهرا كرويا لا ينقطع من المواهب. مهند احدى تلك المواهب التي اكتشفها عمو بابا في مدرسته وتطورت على يد المدرب الحالي سعد هاشم، وهو يسكن في منطقه فقيره تدعى العشوائيات وذووه مهددون بالاخلاء. وفي ظل هذا الواقع المرير تمكن من احراز لقب هداف الدوري لمرتين، وهداف تصفيات اسيا في عمان للاشبال، وهداف دوره العاب اسيا في الصين للشباب. أحمد قاسم، الحرة، بغداد. إن شاء الله نشوف مهند نجم كبير في المنتخب العراقي في المستقبل. أخبار الرياضة انتهى، شكرا لكم، عودة إلى زين والحيدري وما تبقى من نشرة أخبار العراق اليوم. شكرا.